السلام عليكم الشباب، معكم ميوبو. طبعا اول شيء فيش كاميرا هالمقطع. اسكت يا بس شش. اخيرا جبت لكم المقطع الكل كان بيستناه بعد ما كنت انا المحترف رقم واحد في لعبه بلاك اوبس 4 باستخدام السكين. هاي اخيرا راح اجيب مقطع عن استخدام السكين في لعبه مودرن وورفير. هذا الكلاس راح استعمله عشان افرجيكم احسن لعب ممكن في السكين. خلونا نبلش. اوكي وي جات ذس. هاي هيك سكين وهيك الشيلد. خلينا نمسك السكين. نحاول نجيب لكم اول سكين او اول كل بالسكين في الفيديو. اوكي هاي اول كل. اوه ينعل الشت، شو بتسوي هذول هان؟ انتم بي اي في؟ راح احط هذا هان. اه يا الله كيف ما صابته هاي؟ اوكي خلينا اعترف باعتراف بسيط. اللعب بالسكين في مودرن وورفير اصعب بكثير بكثير من اللعب بالسكين كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4، لانه ليش الحركه بتحسها ابطا او اللعب ككل ابطا حرفيا، ولانه الواحد بيموت اسرع بكثير، مش عارف صعب توصل الاعداء. اوكي لازم تجيك غدره ممتازه. اوكي نستعمل الحركه الخاصه. اوكي وين الكونتاكت؟ وات عن جد؟ اه عن جد وراي يا الله. او شيت وات از ذس شيت. لا 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 بقدرش افجرها هاي، باكل هوا. اوكي راح اقرب عليه. اه بقدرش اعمل سبرنت صح، وين ما اغباني، بس يعني تقريبا باخذ اسيست انا هيك. اذا انا قعدت اصد رصاص صح في كتل بعتبرها زي اسيست في اللعبه هاي. اوكي فعليا اي في صار. اوكي 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 شفت عدو هناك على الشمال، في عدو هنا على اليمين. اوكي حلو. اوكي في عدو هنا. اوكي حلو. اه يعني شايفين صعب، لانه هو عارف وين اني انا موجود في هالغرفه، وبس رصاصتين حرفيا بموت. دوسكا لازم استعمل الشيلد، لازم استعمل الشيلد اكثر. ها اوه لا يا الله في جنبي باب. راح احط الشيلد هسه. ايش بدك تسوي حبيبي؟ ها يا الله كيف في واحد؟ وعن جد عن جد يا الله عن جد انا راح انتحر خلاص، هذه النهايه. تعال تحاول تقتلني. اوكي قنبله يا نايس موت يا كلب. اخيرا هذا عدو ولا صاحب؟ وات عن جد عندي الشيلد. حاول اه حاول اخبطني. اوكي ار بي جي بيدمرني يا الله. اها اوكي 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 اخذت اسيست عن جد. عند سي هم كلهم عند سي. طب و اي فيش حدا عند اي. واو اوكي قتلت عدو شباب اخيرا بعرف. او شايت او شايت يا الله يا الله بكده بكره حالي. لا يا الله طلع 16 دث مع 6. اه يا كده بكره حالي. اه اكلت جي جي اكلت جي جي. اوكي شيلدي بوك الرصاص من ورا. موت يا كلب. هاها اه لا ظل متخبي. قعدت تستنى يا كامبر. بقدرش اطلق المدفع. او جيز لويز. شيلدي قاعد بصد كمية رصاص مش طبيعية حرفيا. شيلدي قاعد بصد كمية رصاص مش طبيعية. اوكي وماتت. كيف مش فاهم كيف؟ اها اها شو بدك تسوي؟ ها شو بدك تسوي؟ اوكي بقدر اسوي هيك. اوكي لازم اعترف الشيلد خرافي، بس انا في استعماله اظن فاشل. اوكي بقدر اخدرهم بقدر اخدرهم بقدر اخدره بقدر اخدره بقدر اخدره بليز. نايس نايس هذا اللي كان ناقصني. اه مشان الله دحمي حالي من الصواريخ بشيلد ومتت. بتعرف راح احط الشيلد على ظهري وراح انزل راسي هيك. اوكي ما زبطتش الخطه. اه مشان الله وينك وين وين الطياره وين الطياره بتروح؟ هي حط شيلد زيي. واخيرا اوكي كنت راح اقتل حاجه. مش فاهم هذول الناس ايش نوعهم شو بيشربوا مش فاهم. لا يستحقون الحياه الموت. مش عارف اقراها. اخيرا اخيرا جبت كل واحد غبي. هذا الفريق قاعد بتدمر.
بس لا تخافوا، اجيت عشان انقذكم. بفرجيك ايش راح اسوي. شايفين؟ وات؟ كيف هذا قتلته؟ نزل لتحت وتجنب السكين يعني؟ وات؟ راح اقتله. يس! اخيرا. لا! يا الله. اوه يس. اوه يس، اوكي شافني. اوكي حلو. اوف ايش هذا؟ اوه لا ما راح اطلب في هاي. لا! طلع كيف بيطلع وبينزل؟ هذه استراتيجية؟ إذا بس حرفين قاعد تطلع وتنزل بطل أعرف أصيبك؟ شو هذا الهراء؟ موت! وات! أنت والشوتجن بديش أخرة! واو حتى ديد سايلنس مع كل السرعة مع كل إشي بلحكوش، السكينة انتهت يا جماعة حرفياً. يا إخوة حتى في وورد وور 2 كان اللعب بالسكين، حتى اللي ما كان السكين كان زي مجرف، حتى اللعب في المجرف كان أسهل. مش فاهم انا يابا، السكين ماتت حرفيا. خلاص السكين ماتت. انا متاكد رح يجوني اعداء من هنا، رح اضل هنا لحد ما يجي عدو يحاول ياخذ بيه وراح اقتله هسه. ياس بدل السلاح. ايش هذا؟ بدل السلاح. اوكي برضه بزبط بس مش راضي بدل السلاح، بديش الاغاني. ايش هذا الشت؟ اف ان. اوكي ليش؟ مش ديش الاغاني، وين السلاح؟ اكل دي دي. واو مش عارف كيف هالاستراتيجيه كذا بتزبط حرفيا، مش عارف قاعد مش عارف ابدل الشيلد، قاعد بس بشغل اغاني مشان الله. عن جد كمان مره زبطت خمس مرات. مش فاهم شو صار، مش قادر ابدل السلاح. ليش ليش هيك ليش هيك؟ انا في سويت في التحكمات مش عارف والله. طلع مش قادر ارجع لسك. بقدر ابدل هيك، يا الدنيا مخباني. اوكي اوكي لقيت ركه ثانيه ابدل. شباب لا تخني لا تخني لا تخني لا، صعب فيش تجنب، تقدرش تتجنب بتموت على طول. خد الفا وحط لها. بقدرش حتى احط القنبله. اوكي 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 جبت كلها جبت كلها. خد 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 فيه. انا الاول على الفريق. اوكي 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 كيف شافني؟ سمع صوتي؟ لا تحكي انك شفتني. يا الله هذا الزفت ابن ال... راح امزعه راح امزعه، ولو كان اخر اشي بيسويه راح امزعه. هذا هو يب هذا هو مزعني، راح اقتلك بشكل مش طبيعي يا رجل. مشان الله تبعت الاغاني قرفت اهلي. تحكيش هاي تورنت؟ اه ناقصني تورنت ياي. بقدر اصد رصاصة تورنت؟ لحظة اجرب تجربة هذا فور ساينس. بقدر. طلع كمية البوينتس، طلع كمية البوينتس. يس بوينتس. اوكي لحد ما اجى غدروني من وراه. اوه بدي كثير بوينتس، راح اجيب بوينتس للسماء بسرعة بسرعة بدي ارجع لها. اوه يا الله الجلتش. لا كسرتوها؟ لا يا جماعة. اخيرا اخيرا انتقمت منه، حكيت راح انتقم وانتقمت منه. تعال قتلتك يا كندرة. تعال 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 تعال. اوه يس. لا وانا راح اقتلك. مش عارف ايش الضحكة. يس انا سريع كثير حبيبي. في اداء في اداء هناك سبايدر مان. اوكي متل. واخسرنا، انا الاول على الفريق. شايفين انا محترف، حكيت لكم انا محترف سكين، انا افضل من لمس السكين في هاي اللعبة. السكين ماتت حرفيا يا الله. يعني بق واحد اذا زبط، انا دخلت جيامين كيبل وزبطت. الواحد ممكن اذا تبع نظام معين او اجتهد طريقة معينة بزبط، راح اتدرب اكثر راح ارجع افضل لاعب سكين في التاريخ. اوكي بس حاليا السكين بدها شوية تعديلات. اوكي بس هذا هو صناعة المقطع، ان شاء الله يكون المقطع عجبكم، لا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. وصلنا كان معكم ايوفو، السلام عليكم.